أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العلي العظيم. ثلاث نقاط معرفتها توجب استنتاج نتيجة جميلة. ومهمة معرفيا ومهمة عمليا. ما هي هذه النقاط الثلاث التي تستنتج منها هذه النتيجة؟ النقطة الأولى: القيمة الاعتبارية والقيمة الحقيقية. الأشياء لها قيمتان: قيمة اعتبارية وقيمة حقيقية. القيمة الاعتبارية هذه الموجودة في أسواق البشر، هذه قيمة اعتبارية. الذهب يسوى 1000، الفضة تسوى 100، الملح يسوى دينارا، الدار قيمتها كذا، السيارة قيمتها كذا. هذه قيم اعتبارية ليست قائمة على حقائق. الذهب حقيقته حجر من أحجار الأرض، لها ميزات على أحجار الأرض، ولأحجار الأرض الأخرى ميزات على الذهب. قيمة الذهب نابعة عن معادلة العرض والطلب، ليست عن حقيقة الذهب. الفضة أقل شأناً من الذهب، هذا مجرد اعتبار. الفضة أيضاً حجر. المعدن الفلاني غالي، المعدن الفلاني رخيص. هذه كلها قائمة على معادلة العرض والطلب، ليست قائمة على حقائق هذه المعادن أو هذه الأشياء. في القيمة الاعتبارية، إذا شخص تصرف خلاف القيم الاعتبارية قد لا يعتبر عند العقلاء عاقلا أصلا، ربما يعد مجنونا. شخص عنده قطعة فضة تسوى 100،
يعرض عليه بيع هذه القطعة التي تسوى 100 بقطعة ذهب تسوى 2000، هو يرفض. هذا الشخص ربما لا يعد عاقلا عند العقلاء أصلاً. لماذا ترفض؟ هذا أثمن مما عندك. شخص يأبى أن يبيع ملحا يسوى دينارا واحدا بدار تسوى 100,000 دينار، هذا الشخص يرمى بالجنون أصلا. هذا الملح يسوى دينار واحد، هذه الدار تسوى 1,000,000 دينار، تسوى 100,000 دينار. هذه كلها قيم اعتبارية. في مقابل القيم الاعتبارية، القيمة الحقيقية للشيء. القيمة الحقيقية أكثر البشر لا يستوعبها لأسباب، من جملة الأسباب أن ذهن البشر مشوب بالقيم الاعتبارية التي صنعتها أوضاع البشر، لا التي هي من صميم الشيء. ذهن البشر مشوب، هذا من أسباب أنه لا يدرك القيم الحقيقية للأشياء. إذا تقول للبشر أن الذهب حجر من الأحجار، حاله حال بقية الأحجار، أصلا لا يدرك، يحتاج أن يتأمل فترة طويلة إلى أن يدرك هذا الشيء الواضح. عامة البشر، أكثر من 90% من البشر، لا، أكثر من 99% من البشر لا يدركون القيم الحقيقية للأشياء، ولذا ترى بكل سهولة يفرطون بأشياء ثمينة حقيقة في سبيل أشياء تافهة. يفرط بصلاته الواجبة من أجل تحصيل شيء من الأموال، يتبين أنه لا يدرك القيمة الحقيقية للصلاة. لو كان يدرك أنه يفرط بشيء ثمين جدا في سبيل شيء تافه ما كان يصنع هذا الصنيع. يتبين أنه لا يدرك أصلا القيمة الحقيقية، لا يدركها. التضحية بشيء ثمين واقعا وحقيقة في مقابل شيء رخيص أو تافه، هذا يكشف عن أنه لا يدرك قيمة هذا الشيء الثمين، القيمة الحقيقية لا يدركها. بالضبط مثل الطفل في تعامله مع القيم الاعتبارية. الطفل كيف يتعامل مع القيم الاعتبارية؟ بكل سهولة يضحي بصك ب1,000,000 دينار في مقابل كرة صغيرة. لماذا؟ لأنه لا يدرك القيمة الاعتبارية لهذه الورقة. هذه ورقة، هو الطفل يراها ورقة لا قيمة لها، تلك الكرة يلعب بها. القيمة الاعتبارية لهذه الورقة هي طبعا ورقة، واقعا هم ورقة، قيمتها الحقيقية ورقة، ولكن لها قيمة اعتبارية 1,000,000 دينار. لا يدرك القيمة الاعتبارية لهذه الورقة، ولذا يضحي بها في سبيل تحصيل كرة، في سبيل تحصيل شوكولاتة. لا يدرك القيمة الاعتبارية. هكذا أصحاب الدنيا الذين لا يدركون القيم الحقيقية للأشياء، يضحون بأشياء ثمينة جدا حقيقة في سبيل أشياء رخيصة أو تافهة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الآية المباركة التي نورت بداية حديثنا، ومعها روايات شريفة. الآية المباركة تقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه بلا شك وبلا شبهة ت
تبين إحدى خصائص النبي صلى الله عليه وآله. لا يوجد أحد أولى بشخص آخر من نفسه إلا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الخصيصة لرسول الله صلى الله عليه وآله في يوم الغدير، النبي صلى الله عليه وآله بكل وضوح أعلن أنها ليست خاصة به، بل إنما يشترك معه في ذلك آل محمد صلوات الله عليهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حين قال صلى الله عليه وآله ألست أولى بكم من أنفسكم، فورا بعد ذلك قال من كنت، استخدم هذه الآية ألست أولى بكم من أنفسكم، إشارة إلى هذه الآية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ثم بعد ذلك مباشرة قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي نفس الخطبة كما ورد في صحاح المسلمين شيعة وغير شيعة، النبي صلى الله عليه وآله قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فإذن هذه من خصائص رسول الله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أنهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، القوانين الوضعية التي يضعها البشر كثيرا ما تكون لأجل مجرد امتحان، مجرد تبيين حدود الشخص، افعل هكذا لا تفعل هكذا حتى نرى أنك تطيع أم لا. الأحكام الشرعية ليست هكذا. الأحكام الشرعية كلها وراءها يوجد واقع بنسبة الحكم الشرعي. الله عز وجل يجعل حكما شرعيا أيا كان، لا يجعل الحكم الشرعي إلا ويوجد وراء هذا الحكم الشرعي واقع. الصلاة لماذا واجبة؟ مجرد امتحان للبشر حتى البشر يرى أنه مطيع أم لا؟ لا، هناك حقيقة، هناك واقع له قيمة كبيرة لا يستغني البشر، لا يتمكن البشر أن يستغني عن هذا الواقع، اسمه الصلاة. ولذا أوجبها الله عز وجل. الله ما أوجب الصلاة لمجرد امتحان فقط، لا، القضية وراءها واقع. بالفعل الإنسان في حياته لا يتمكن أن يستغني، إن أراد أن يعيش بشرا، أن يعيش إنسانا، لا يستغني عن الصلاة. هذا واقع، هذا الواقع كشفتها الآيات القرآنية والرواية الشريفة بأنها أوجبتها على الإنسان. الوجوب وراءه واقع، وراء كل حكم، وجوب، حرمة، كراهة، أي حكم شرعي تكليفي وضعي، كل الأحكام الشرعية وراءها واقع. هذا بتفصيل طبعا يذكره علماء الأصول في كتب الأصول. الأحكام الشرعية وراءها واقع بالنسبة لهذا الحكم الشرعي بالضبط. بعبارة أخرى، هناك تكوين وهناك تشريع مطابق للتكوين. حقيقة موجودة في الكون، في الخلق، وهناك تشريع، افعل هكذا لا تفعل هكذا، هذا الحكم كذا. هذه النقاط الثلاث إذا عرفها الإنسان يتمكن أن يستنتج نتيجة مهمة جدا، نتيجة جميلة ونتيجة مهمة معرفيا وعمليا أيضا. ما هي؟ الله سبحانه وتعالى قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نحن نفسر هذه الكلمة بأنها تفسير فقهي،
بأنها دليل حاكم على الأدلة. يعني ماذا؟ يعني كل ما لك من أحكام، ما الذي تتمكن أن تصنع أنت شرعا؟ تتمكن أن تتصرف في نفسك كما تشاء، تتمكن أن تتصرف في أموالك كما تشاء، تتمكن أن تصنع كذا كذا، مئات من الأحكام الشرعية، صح؟ كل هذه الأحكام الشرعية التي هي لك، النبي صلى الله عليه وآله له هذه الأحكام الشرعية بالنسبة إليك وزيادة، لأنه أولى، أفعل التفضيل، ولايتك على نفسك، على ما حولك، على ما حولك من الأشياء، ما هي؟ النبي صلى الله عليه وآله له هذه الولاية عليك وعلى ما حولك من الأشياء. أنا أتمكن أن أتصرف في أموالي، رسول الله صلى الله عليه وآله يتمكن أن يتصرف في أموالي كما يشاء. أتمكن أن أبيع داري، رسول الله صلى الله عليه وآله يتمكن أن يبيع داري كما يشاء. يسمونه دليلا حاكما، هذا دليل ناظر إلى كل تلك الأدلة، إلى كل تلك الأحكام. هذه الآية القرآنية تجعل كل الأحكام التي هي لي تجعلها لرسول الله صلى الله عليه وآله علي وزيادة، لأنه أولى. رواية من كنت مولاه فهذا علي مولاه، النبي صلى الله عليه وآله يوسع هذه الدائرة الموجودة المذكورة في الآية القرآنية، يوسعها إلى أمير المؤمنين، يوسعها إلى أهل بيته عليهم الصلاة والسلام. هذه نظرتنا الفقهية إلى هذه الآية المباركة. طبعا نظرة صحيحة، ولكن هناك شيء نغفل عنه، وهو الواقع وراء هذا الحكم الشرعي. لماذا الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وآله أولى بي من نفسي؟ لماذا؟ ليس مجرد امتحان حتى يرى أنك تطيع أم لا، لا، يوجد واقع النبي صلى الله عليه وآله فيه من العظمة ما فيه، حيث أهله أن يكون أولى بي من نفسي، تكون عنده هذه الخصيصة. لا يوجد أحد أولى بي من نفسي، أما رسول الله صلى الله عليه وآله أولى بي من نفسي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله نظام خلقته نظام نوري، ليس نظام ترابي، نظامه عظيم. وراء هذا الحكم الشرعي يوجد واقع كبير، هذا الواقع الكبير يلزم أن نفهمه. بعبارة أخرى، القيمة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وآله التي جعلته أهلاً لهذه الخصيصة أن يكون أولى بي من نفسي، هناك قيمة حقيقية. مشكلة البشر القيم الحقيقية لا يفهمونها كما ذكرنا. أنا أفهم الحكم، لا أفهم القيمة الحقيقية. فهمت الحكم ألا يكفي؟ لا، في المنعطفات يتبين من يفهم الحقيقة ومن لا يفهم. في الأمور المهمة في حياة الإنسان هناك يتبين أنه أدرك أم لا. نعم، كثير من الناس مسلمون، وهؤلاء المسلمين هؤلاء المسلمون يقولون نحن نعتقد بكل ما في القرآن الكريم. في المنعطف يتبين النبي وأهل البيت أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نعم، درك القيمة، القيمة لا يدركها الشخص. أقرأ لكم رواية شريفة بسرعة، رواية مفصلة بسرعة أقرأها حتى نصل إلى نتيجتنا. عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال: لما سار أبو عبد الله الحسين بن علي صلوات الله عليهما من المدينة، عندما خرج الإمام من المدينة بداية الطريق، لقيه أفواج من الملائكة المسومين المردفين، في أيديهم الحراب، لا أعلم الحراب أي نوع من أنواع السيوف، أي نوع من أنواع آلات الحرب، في أيديهم الحراب،
القضية ليس ملك وليس فوج من الملك، أفواج، عبارة الرواية هكذا، أفواج من الملائكة في أيديهم الحراب على نجب من نجب الجنة، فسلموا عليه وقالوا يا حجة الله على خلقه بعد جده وأبيه وأخيه، إن الله عز وجل أمد جدك رسول الله صلى الله عليه وآله بنا في مواطن كثيرة، وإن الله تعالى أمدك بنا. أمرنا، نحن في خدمتك. فقال عليه الصلاة والسلام لهم: الموعد حفرتي وبقعتي التي أستشهد فيها، روحوا ارجعوا لي في البقعة التي أستشهد فيها، هناك ارجعوا لي. الموعد حفرتي وبقعتي التي أستشهد فيها وهي كربلاء، فإذا وردتها فأتوني. انطلقوا على، فقالوا يا حجة الله إن الله أمرنا أن نسمع لك ونطيع، فهل تخشى من عدو يلقاك فنكون معك؟ لماذا ننصرف؟ ممكن عدو يلقاك، نحن نكون معك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا سبيل لهم علي، ولا يلقوني بكريهة أو أصل إلى بقعتي، قبل أن أصل إلى بقعتي لا يتمكنون مني، أو أصل يعني حتى أصل. خلص الملائكة راحت. وأتته أفواج من مؤمني الجن، الجن لا يتمكن، الجن العادي لا يتمكن أن يدخل إلى عالم البشر، يتصرف البشر لا يتمكن، قمة الجن نعم يتمكنون، مثل البشر الذي لا يتمكن أن يتصرف في الكون، ولكن سلمان يتمكن أن يتصرف في الكون. القمم لهم قدرات فوق قدرات أصناف مشابهة لهم في الخلق. قمة المؤمنين من الجن لهم قدرات خارقة، يتمكنون أن يدخلوا إلى عالم البشر، نعم حالهم حال سلمان في البشر كمثال، يعني إذا أردنا أن نقارن طبعا. وأتته أفواج من مؤمني الجن فقالوا له: يا مولانا، نحن شيعتك وأنصارك، فمرنا بما تشاء، فلو أمرتنا بقتل كل عدو لك، أي عدو على وجه الأرض، فلو أمرتنا بقتل كل عدو لك وأنت بمكانك لكفيناك، أنت ابقى في مكانك، ابقى في المدينة، نحن نقتل كل أعدائك في المدينة في العالم كله. فجزاهم الحسين عليه الصلاة والسلام خيرا، قال لهم جزاكم الله خيرا، وقال لهم: أو ما قرأتم كتاب الله المنزل على جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فإذا أقمت في مكاني، إذا أنا بقيت في المدينة أقمت في مكاني، فبماذا يمتحن هذا الخلق؟ في بعض النسخ: فبماذا يمتحن هذا الخلق المتعوس، يعني التعيس، وبماذا يختبرون، ومن ذا يكون، إذا أنا بقيت في كرب في المدينة، ومن ذا يكون ساكن حفرتي بكربلاء وقد اختارها الله تعالى لي يوم دح الأرض. تعلمون عندما الله عز وجل دح الأرض وسع الأرض، جاء بقطعة كربلاء، بقعة كربلاء من الجنة، وضعها في هذا الموضع. في ذلك اليوم الله عز وجل اختار لي هذه الأرض وجعلها كربلاء معقلا لشيعتنا ومحبينا، تقبل أعمالهم وصلواتهم ويجاب دعاؤهم، وتسكن شيعتنا فتكون لهم أمانا في الدنيا وفي الآخرة. ولكن الإمام قال له هؤلاء أفواج من مؤمني الجن: ولكن تحضرون يوم الجمعة، وهو يوم عاشوراء الذي في آخره أقتل،
الآن قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: فقالت الجن: نحن والله يا حبيب الله وابن حبيبه، لولا أن أمرك طاعة وأنه لا يجوز لنا مخالفتك لخالفناك وقتلنا جميع أعدائك قبل أن يصلوا إليك، ولكن لا سبيل لذلك، ليس لنا سبيل، ليس لنا طريق أن نخالفك. فقال الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لهم، فقال لهم: ونحن والله أقدر عليهم منكم، الذي تريدون أن تصنعوه أنتم أنا أتمكن أن أصنعه، أنا الحسين، ونحن والله أقدر عليكم عليهم منكم، ولكن ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. هذه قطرة من القيمة الحقيقية لسيد الشهداء، القيمة الحقيقية لأهل البيت. هذه القيمة الحقيقية عامة الناس لا يدركونها، قلة قليلة من الناس أدركوا القيمة الحقيقية. لا أقول أدركوا القيمة الحقيقية كلها، حاشا، مستحيل، أدركوا قطرة من بحر قيمتهم الحقيقية، قيمة أهل البيت الحقيقية. وفي قمة قمم هؤلاء أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، هذا الذي نسمعه من عجائب أصحاب الإمام الحسين، وذكرت أشرت إلى بعضها في الأسبوع الماضي. لماذا وصلوا إلى هذه المرحلة؟ لأنهم أدركوا القيمة الحقيقية. بقية البشر مثل الطفل بالنسبة للصك بمبلغ مليون دينار، لا يدركون قيمة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أصحاب الإمام سيد الشهداء أدركوا القضية، ليست النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم من الناحية الفقهية، القضية معرفة ما وراء النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قيمتهم، قيمة رسول الله، قيمة أهل البيت. ولذا ترى أحدهم يقول للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: والله لو قتلت ثم أحييت ثم أحرقت حيا ويفعل بي ذلك 70 مرة لما فارقتك. هذه الكلمة يقولها بصدق، بحقيقة وضعه. أختم كلامي بجملة عن أحد أصحاب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وهو زهير العظيم، زهير بن القين. تعلمون زهير من قمة قمم أصحاب الإمام الحسين، جدا عظيم زهير. أقرأ لكم نص كلام زهير. قال للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في ليلة عاشوراء، قال: والله لوددت، يعني هذا الشيء أحبه، ويقسم بالله عز وجل، في ليلة وهو يعلم أنه في يوم غد هو مقتول. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنكم تقتلون، هذه ليست ليلة كذبة، وحاشا لأمثالهم من الكذب أصلا، ناهيك في مثل تلك الليلة. ويحلف بالله عز وجل يقول: والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل هكذا 1000 مرة، وأن الله تعالى يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك. جدا عظيم الكلمة. أبا عبد الله، ليس أحب أن أقتل 1000 مرة دونك فقط، لا، دون هؤلاء الفتيان من أهل بيتك، دون العباس، دون علي الأكبر. من يقول هذه الكلمة؟ زهير. زهير من هو؟ زهير ذاك العملاق، ذاك العظيم، ذاك العبقري الذي كان يدرك شيئا عباقرة البشر لا يدركونه.
زهير جدا عظيم. يقول أنا وددت، أنا أحب أن أقتل 1000 مرة ويدفع القتل بذلك عن الفتيان من أهل بيتك، ويحلف بالله عز وجل أنه هكذا يحب. لماذا زهير كان يحب هذا الشيء؟ لأنه كان يدرك القيمة الحقيقية للعباس، لعلي الأكبر. بعبارة أرقام، إذا أردنا أن نذكر أرقام، مثلا مثال على أرقام، زهير هو يعرف أنه هو يسوى 1,000,000 من البشر، ولكنه يعرف في نفس الوقت أن العباس عليه السلام يسوى 1,000,000,000 من البشر، فهو يحب أن يقتل 1,000 مرة، يرى أن هذا شيء يسوى، أن مثل زهير الذي يسوى 1,000,000 من البشر يقتل 1,000 مرة ويبقى علي الأكبر حيا. يعرف القيم الحقيقية. عندما يعرف الإنسان أن قيمة هذه الورقة دينار، يضحي بمثل هذه الورقة 1,000 من مثل هذه الورقة لشيء يسوى 1,000 دينار، لأنه يدرك قيمة هذا الشيء وقيمة ذاك الشيء. زهير رغم عظمته، رغم مقامه السامي، سلام الله على زهير، رغم ذاك المقام السامي، لكنه يدرك أنه بالنسبة إلى علي الأكبر لا شيء. والله لوددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل هكذا 1,000 مرة، وأن الله تعالى يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتيان من أهل بيتك. مشكلتنا لا ندرك الحقائق، وبعضنا يبقى لماذا لا نضحي بحياتنا في أشياء، في سبيل أشياء ثمينة؟ لماذا العظماء كانوا يضحون بأرواحهم في سبيل أشياء عظيمة؟ لأنه كان يدرك قيمة الشيء، يدرك قيمة حياته ويدرك قيمة ذلك الشيء، يكون رخيصا عليه أصلا. هو يقدم حياته وهو خجل، الذين في زيارة عاشوراء، الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. بذلوا يعني ماذا؟ يعني استرخصوا، يعني أعطوا حياتهم وهم يرون أن حياتهم لا تسوى شيئا، لأنه يعرف القيمة الحقيقية. عن نفسي أتكلم، إذا بقيت لا أفهم القيم الحقيقية في الدنيا أبقى تافها، وأجعل جهودي في توافه وأموت تافها. هذا واقع الإنسان الذي لا يدرك الحقائق، يبقى تافها، يتعامل تعامل التافه، تعامل الطفل الذي نعتبره تعاملا جنونيا في الأمور الاعتبارية. بعضنا يصنع ذلك في كل حياته في الحقائق، يعيش تافها، اهتماماته اهتمامات التافه، يغضب من شيء تافه، يعادي شخصا معاداة تافهة. لماذا؟ لأن الحقائق لا يفهمها، يتعامل تعامل الطفل. لا أبقى أنا، لا أرضى أن أبقى تافها وأعيش تافها وأتعامل تافها وأموت تافها. عامة الناس هكذا. التضحية تكون مع معرفة الشيء، تكون رخيصة سهلة. رأينا في حياتنا، رأيتم في حياتكم، بعض الناس هكذا، عندما تصل الأمور إلى شيء له ثمن عظيم دينيا بكل سهولة يضحي بحياته، لأنه يعرف أن قيمة حياته دون قيمة ذلك الشيء. السلام على الأئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. السادة الولاة، ليتنا كنا نفهم معنى كلمة الولاة.
هذا له قيمة ثانية، ليس هو أهل بيته، ليس أهل بيته. لو كنت أعرف القيمة الحقيقية للأشياء كنت أتمنى أن أقتل 1000 مرة دون زهير ويبقى زهير حيا، سلام الله على زهير. كنت أقبل أن أقتل 1000 مرة، كنت أقبل وأحب أن أقتل 1000 مرة ويبقى أحد عبيد الإمام الحسين الخلص حيا، إذا كنت أدرك الحقائق. يلزم أن نسعى لدرك الحقائق أم نبقى تافهين إلى آخر عمرنا؟ حياتنا كلها تبقى تافهة. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد، وأمتنا مماتهم، واحشرنا في زمرتهم، ولا تحرمنا من شفاعتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.